صباحك سعيد سيدي الكريم. بداية، ما هي قراءتكم لتعيين شخصية عبد الوهاب دربال وتحفظ بعض الأحزاب السياسية وعددها 4؟ هي في الواقع نحن نقدم قراءة، ليس من حقنا يعني نعلق على مواقف الأحزاب، لأن مواقف الأحزاب يعني في العمل السياسي يعني محترمة ومصانة من الناحية السياسية، لكن فقط أن الدستور الجديد ولقانون الجديد يعني رئيس الجمهورية يستشير الأحزاب قبل أن يعين شخصية يعني مشرفة على هيئة مراقبة الانتخابات. في الجزائر يوجد 70 حزب يعني كلهم يعني تم تبليغهم باختيار يعني دربال، يعني 47 يعني حزب موافق يعني تشكل الأغلبية المطلقة، وبالتالي يتعين علينا جميعا أن نحترم نتائج المشاورات، وهذا من مقتضيات العمل الديمقراطي. القضية الأخرى يعني نحب نقول عليها أنه يعني 9 تحفظات و4 اعتراضات يعني من قبل الأحزاب يعني لا تزين يعني مقارنة يعني بعدد الأصوات الموافقة. هي 9 تحفظت و4 عارضت. 4 عارضات و9 تحفظات، تحفظت يعني 13 من مقارنة ب47 يعني عادية يعني مش فيه معارضة كبيرة، وبالتالي نقدر نقول يعني فيه موافقة يعني مطلقة على السيد دربال. مع أن نسجل ملاحظة أنا شخصيا أنه فيه بعض الأحزاب يعني لو نأتيها بأي يعني شخصية ربما يعني راح، لأن لديها يعني مواقف ثابتة وتشكيك مسبق في الانتخابات وفي الشخصيات التي تشرف عليها. إذا أنا بالنسبة لي هذا الجدل يعني يبقى عقيم ومش ما عندوش وزن، يعني المفروض أن نتطلع إلى المستقبل أكثر. القضية الأخرى هو أنه شخص دربال في حد ذاته، دربال يعني معروف رجل سياسي، يعني مارس المعارضة يعني حتى ربما قبل كثير من الأحزاب يعني الموجودة الآن في المعارضة، لديه كذلك خبرة في النشاط الحزبي، نعرفوه يعني دربال وحنا اشتغلنا كإعلاميين واحتكينا معه، يعني سبق له النضال يعني من أجل انتخابات نزيهة يعني خاصة في فترة التسعينيات، ندد عدة مرات يعني بالانتخابات التي شابتها يعني بعض الأمور يعني في أوقات سابقة، الآن تقلده لمناصب يعني في الدولة الجزائرية ليس عيبا، وربما هذه إضافة إلى هذا الشخص لأنه لديه خبرة الآن في عمل الحكومة، ولديه كذلك يعني خبرة يعني في أداء المعارضة، وبعض المعارضين يعني لسيد دربال يعني هم ربما تقلدوا يعني مناصب أعلى منه في الحكومة. إذا هذا الوضع لا يغير في الأمر شيء، أنا نشوف أنه فيه يعني خطوة كبيرة، يعني 47 يعني حزب يعني موافق على دربال، أنا نشوف الآن يعني نتطلع أكثر إلى انتخابات يعني ديمقراطية، انتخابات شفافة، انتخابات يعني تكون فيها الكلمة يعني اللي أعطاها الشعب مرحبا به. إذا سؤال فقط يتعلق بهذه الهيئة، ما هو أكبر تحدي ستواجهه وسيواجهه عبد الوهاب دربال؟ يعني أكيد الانتخابات ليست عملية سهلة، يعني آلاف وآلاف وآلاف يعني المكاتب الموجودة في الجزائر يعني ليس سهلا، وليس سهلا يعني إنه الواحد يشرف عليها بصفة عامة. الحاجة الأخرى اللي لازم نقولها يعني أن الانتخابات القادمة التشريعية انتخابات حساسة، لأن في ظل الدستور الجديد إنه رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الحكومة سوف يتم تعيينه بالتشاور مع الأغلبية البرلمانية، بعبارة واحدة أخرى أن الحكومة رايحة توافق عليها المعارضة بأي شكل من الأشكال، وبالتالي التنافس رايح يكون صعيب وقوي جدا حول الانتخابات القادمة، نظرا لأنها راح تتحكم في تعيين الحكومة. وعلى هذا الأساس أنا نتوقع أنه راح تكون يعني ربما يعني طعون كثيرة على مستوى عدة مكاتب، والحقيقة يعني أن الطعون يعني حتى إذا كانت يعني ما رايحة تزيد ولا تنقص، يعني الهيئة المراقبة رايحة تضمي يعني مجموعة من الشخصيات، فيها مجموعة من القضاة، فيها مجموعة من المناضلين، وبالتالي أنا نشوف أنه المهمة رايحة تكون تتمثل في الإشراف الدقيق على الانتخابات والاستماع لمعظم الطعون والرد عليها في وقتها، وما يخليش الطعون تتراكم. وربما منذ البداية أن الأحزاب اللي عندها بعض التحفظات على القوائم الانتخابية، على المكاتب، على بعض الشخصيات، على كذا، من المفروض أنها تبادر من البداية وتغلق الأبواب أمام كل السبل التي تشكك في مصداقية ونزاهة الانتخابات في وقت مبكر. اتضحت الصورة. محمد العقاب المحلل السياسي وأستاذ العلوم الإعلام والاتصال، جزيل الشكر لك على